بص اغلى حاجه عندك ايه؟ انت عايز تنتقم منه بقى؟ لا عايز ايه؟ قهوة زيادة. قهوة زيادة؟ ده كده انت عايز تنتقم منه؟ مش عليه بقى. عايز تنتقم منه. ايه؟ قهوة زيادة. تعال نوزعها. صباح الفل يا استاذ. صباح الفل باص. حبيبي. صباح الفل استاذ زيادة. كل حاجة. حبيبي يا نجم. ماشي يا مصر. حبيبي شكري. يلا حبيبي. صباح حضرتك تاني معلش. ايه؟ تشرب ايه؟ انت عبيط كده صح؟ تلحقت؟ انت عبيط ها؟ تشرب ايه؟ ما قلنا لك يا عم. ايه تاني؟ كنا لك اتنين قهوة. ايه؟ بسكويك يا عم ده عبيط. عايز تشرب جدة؟ قلنا لك عايزين اتنين قهوة بطل. اتنين قهوة زيادة عشان ما ترجعش تاني. صباحها كذا ان شاء الله. صباحها كذا. صباحها كذا. صباحها كذا. بقول لك ايه؟ زيادة ها؟ اتنين قهوة زيادة. اتنين قهوة زيادة. ضغط ده يا عم ده عبيط. خلص له السكر. المهم بقى انت ما خدتش الرقم ده. انا كنت هجيب كارتين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ حبيبي حبيبي ازيك يا حبيبي؟ يا جدعان عرض عليكم عرض. بس انا شغال في شركه مستر البرفانات. الشركه ديت امريكيه. مندوب يعني؟ مندوب مبيعات. مندوب برفانات وكده. الشركه ديت امريكيه. مندوب في حد مندوب يعمل في وشه كده؟ لا ما تفكرنيش ما تفكرنيش باللي حصل. انت حاطط ولا مشيت مع كده في الشارع ببيع لواحد برفان كلته علقه. ليه كده يا عم عملنا كده؟ قلت علقه عملنا كده. يا ساتر يا رب. والله العظيم يا صاحبي. ايه اللي حصل يعني؟ مش عايز يشتري مني بجد والله؟ بجد وربنا. كلم يا فندم بقى. انا هعرض عليكم البرفان بس تمام؟ البرفانات بس هو واحد على واحد مجانا يعني. تشتري واحد واحد مجانا. طب شملنا كده. انت قلت لي يا عم ده انت ريحتك احسن منه يا عم. انت قلت لي اللي ضربك كان يا عم ده يا عم ده كان بيبيع لك. انت كنت بتبيع له؟ انا كنت ببيع له. ليه حق؟ ما رضاش يشتري مني. كلته علقه. لا 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 يا عم ده انت ريحتك احسن منه. انت ريحتك احلى من عويس. في يا فندم هي اشكالكم كده يعني. انا بجيب لك الحاجه على اشكالكم. هي زباين بس قرف. هي قرف معانا يا عم ده. انت مقرف. مش عايزين حاجه. اتكل على الله. يلا حماده في رعايه الله. يلا والانضف من العقل حبيبي. يلا احنا مش عايزين. احنا مش عايزين ناكل اصلا عشان نحط ريحه. طب يا فندم انا بقول لك واحده على واحده ليه؟ بقول لك يا عم احنا مش عايزين. خد لك واحده. احنا مش عايزين واحده. يلا شوف بس اتكل على الله. بس يا عم ايه اللي انت بتعمله ده يا عم؟ احنا عايزين يا عم. بيقول لك ريحته وحشه. في يا فندم جاي عشان اضربك. هتضربني يا عم؟ بيقول لك ريحته وحشه. بيقول لك ريحته وحشه. هتضربني؟ انت بالله اضربك وربنا يضربك. اسمع كلامه بقى. انا غشيه يا عم. يلا عشان ما يضربكش. يلا يلا يا صاحبي شوف انت رايح فين. يلا يا حبيبي. يا ابني انت مزبهين لي ليه؟ يا عم انت مزبهين لي ليه؟ ايوه خد شنطتك دي كده عشان ضهرك. يا عم انت مرزعه اصلا. مرزعه يا عم انت مرزعه. لا لا الا الله. ايه يا عم اللي انت فيه؟ لا لا الا الله. يا جدعان ايه مرزعه دي يا عم؟ انت بس القهوه هنا؟ في يا جدعان؟ في يا عم مرزعه. لا الله يا عم. شوف يا عم الناس يا عم اللي بتدخل عندك يا عم. مؤاخذة ده مين ده؟ ده بتاع انا اعرف يا عم. جبت شغل جديد. جبت شغل جديد. تعال شممني. يلا شممني. شممني يا جدعان ما يبقاش كده. اقعدوا اتفضلوا. يا عم مش شغل فاهم. يلا يا مش هنقعد. خلاص يا صاحبي. يلا خلاص اقعدوا جوه بقى. اقعدوا جوه. انت لا مش هنشرب. لا يا ابويا مش هنشرب. والله ما يصح. والله انت بتفضلهم حبيبي يا ابويا. حقكوا علينا والله. لا مش هنشرب حاجه. بص يا عم. بص بص يا عم. النهارده معايا عرض الواحد على واحد ايديا. بجد اشممني بقى. اتفضل يا شيخ. حلو ده. جميل جميل. طب شمه كده بالله عليك. البرفان مش احسن من ريحته؟ جميل يا فندم. جميل صح يا عم. بيقول لك الحته وحشه يا عم. خلاص احنا قلنا ريحتها يا عم. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ بص بص احنا معناش غير 3 جنيه كل واحد فينا. عندك برفانات علاج طبيعي؟ اهو قال لك جاب لك الخلاصه. يعني قال معفنة يا عم. قال معفنة ايه يا عم؟ مش بقى انت زميلي. بقى زميلي فيها صح. طب يا عم احترم نفسك يا عم. في ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ بس 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 انت في ده يا عم. احترم نفسك يا عم يا غالي. اتفضل يا نجم. خلاص يا جدعان هقول لكم على حاجه. خليني اقول لكم اقسم بالله. خلاص شوفوا ده يا عم. هقول لك على حاجه والله. يا حبيبي انا بوزع معاكم. طب انزل بس هنا وكلمني. انا صور مقلب والله. دي خلقه وعي. مقلب ايه يا عم؟ مقلب بالريحه دي يا عم. بالعفنه دي. دي خلقه وعي. صور مقلب. انا لسه واكل واحد علقه. ايوه ما اخد فين هو ده اللي كلته عايز. لا لا واحد الله بهزر. ايه يا عم ده بيخ له يا عم. الريحه يا عم الحته وحشه. حاجات معفنه يا عم. طب لا مؤاخذه احمد ممكن تيجي هنا اقول له حاجه. بيصوى مقلب يا صاحبي والله العظيم. مقلب يا عم بالطريقه دي؟ والله العظيم بيصوى مقلب. وشك مش بيقول مقلب. طب بص كده. انا عايزك تبص كده. بص على ايه؟ طب اقعد. طب ايدك. طب خليني ابص. ماشي حبيبي. خد بالك عشان غشيم يا عم. خد بالك. بص كده في الكاميرا فوق. بص هنا كده.
يعني يا جدعان والله مش عايز اتكلم ماشي اخواتي يعني والله انا ما بخشش الا الناس المحترمه اللي زيكم حبيبي انا بس انا حته بقت معفنه يا عم ما تزعلش يا عم حقك عليا حبيبي موافق بس لازم تزعل زيع يا باشا زيع بس هنا كده ماشي زيع ايوه يما حلاوتك يا لولو اديني حلاوتك